أحد الشباب عافانا الله وإياكم كان مقرا على المعاصي ومحبا لي، وهو يحكي هذه القصة للأغاني. وفي إحدى المرات يجلس الليل كله سهران، سبحان الله، وكان يجلس على أغاني أم كلثوم، الله يعافينا ويعافي كل مسلم. فسبحان الله، وبين هو في الأغنية منهمك مندمج إذ أذن الفجر، قال إيش هالإزعاج، هذا وقته؟ أي والله كما أحكي لكم. قال فبعدها شعر بمثل الطنين، لكن ما اهتم به ونام، لأنه ليس من أهل الصلاة ولا الصلح ولا شيء. قال فلما أصبح الصبح جلس على المائدة مع أهله ليتناول الإفطار، هم يتكلمون وهو لا يسمع شيئا، يتكلمون ولا يسمع شيء، يتكلمون ولا يسمع شيء، ويوجهون له الكلام وهو لا يسمع. ما بك كذا؟ يقول لهم أنا ماني سامع، أنتم تكلموا ولا ساكتين؟ يكتب لهم ماني سامع. يأخذونه للمستشفى، سبحان الله، يقولون أنت عندك القوقعة جوا تدمرت، خلاص انتهى السمع عندك، سبحان الله، من تلك الليلة انتهت عند السمع، خلاص ذهبت هذه، إن السمع والبصر والفؤاد كله أولئك كان عنه مسؤولا. قال جلست 6 أشهر حتى عقد لي موعد مع دكتور جاي للقوقعة، قال ربما يرجع لك 40% من الحاسة، لكن ما ترجع لك بالكامل، 40% ممكن في أذن دون الأخرى تأخذ سماعة وكذا. قال وكانت هذه 6 أشهر من أجمل أيام حياتي، لأنها أرجعتني إلى ربي تبارك وتعالى. الله